اهتمت وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية باحتفالات السلطنة بالعيد الوطني 45، مبرزة منجزات النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وصفة السلطنة بواحة السلام. نظم فريق لمسة خير التطوعي بكلية مازون الجامعية دورة لتعلم لغة الإشارة لتدريب المشاركين في الدورة على لغة الإشارة التي تمكنهم من التواصل مع فئة الصم والبكم. في إطار احتفالات السلطنة بعيدها الوطني 45 المجيد، أقيمت مساء أمس عروض الألعاب النارية في ولايتي السيب والعامرات بمحافظة مسقط وسط فرحة جموع من المواطنين والمقيمين. اختتمت بمحافظة الظاهرة اليوم فعاليات مشروع استزراع 250 شتلة غاف وسدر من الأشجار البرية موزعة على مدارس المحافظة بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلبة والطالبات.